في مكان شغلي القديم. شغلي في القديم معناتها ظروف حصلت في شغلي القديم قد تتكرر في حياتك الحالية في الشغل الحديث. وكنت أحضر 4 أظرفة، تحضير 4 أظرفة في الحلم، 4 مناسبات تخصك، يعني جالسة تحاولي تجهزي لأمور تهمك للمستقبل وإن شاء الله تتمكني منها. فشفت الساعة كانت 12:30، أنا راح أخذها كوقت ما راح أخذها كأرقام. فقلت إنه بقالي ساعة لازم أخلص الأظرف. الساعة هنا تدل على السعي، والساعة 12:30 معناتها انه انت صار الوقت قريب لتحقيق هاي الامور اللي انت تتمني حدوثها، فاستعجلي في التجهيز لها. فاذا كانت ان شاء الله بناء اسرة، كانت عمل، كانت بيت، استعجلي في التجهيز له، فقد اصبح الامر قريب، والله هو العليم الحكيم.